عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. الفيديو هذا بالرسمي باش تحمد ربي اللي انت مشجع لنسور قرطاج، باش تحس برشا فخر اللي انت تونسي. في الفيديو هذا باش تشوفوا اش معناها حب الانتماء لتونس، وقداش تقام زي منتخبنا الوطني يعتبر انجاز وشرف بالنسبه لاولادنا المحترفين بالخارج مزدوجي الجنسيه. الفخر والشرف هذا اليوم عبروا عليه كل من اللاعب انس حاج محمد لاعب بارما الايطالي، واللاعب الياس سعد الناشط بنادي سانت باولي الالماني بكلام جميل جدا تقشعر له الابدان. في الفيديو هذا باش تشوفوا شنو قالوا اللاعبين الزوز بخصوص اختيارهم لمنتخب تونس على حساب منتخبات اخرى. لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا، ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتشترك بالقناه وتفعل جرس التنبيهات باش تكون اول من يوصلك جديدنا. قامت الجامعه التونسيه لكره القدم يوم امس الاربعاء 6 سبتمبر 2023 بتنزيل فيديو للتعريف بالوافدين الجديدين على المنتخب الوطني التونسي انس حاج محمد والياس سعد، حيث تحدث عن اختيارهما لتونس والاسباب الراجعه لذلك، خاصه وان بإمكانهم تمثيل منتخبات أخرى. وكانت إجابة الحاج محمد مذهلة جدا، حيث صرح قائلا: ثلاثة كونفوكاسيون متاع سلام متاع المغرب متاع إيطاليا متاع تونس، وحبيت تونس علاش بابايا تونسي فهمت، وحبيت تونس قلبي قال لي تونس برا مشي تونس وحبيت تونس. وأضاف قائلا: إنه أمر لا يصدق أن أرى نفسي إلى جانب اللاعب يوسف المساكني، فعندما كنت صغيرا كنت أشاهد مباريات المنتخب التونسي وأتذكر حينها هدف المساكني ضد الجزائر في الدقيقة 90، والآن أراه يتدرب معي، إنه أمر مذهل جدا. أما بالنسبة للاعب إلياس سعد فقد صرح قائلا: وأنا حتى حبيت نجي لسنان نلعب في تونس، باي وأمي يحبوا أنا نلعب لسنان، وأذكر ليش أنا جيت لسنان وانا فرحان ونحب نلعب اور ماتش باش لهنا نوصلوا نهاية الفيديو. مشكورين على المتابعة، ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون اول من يوصلك جديدنا.